الثاني، الجواب الثاني للاستفتاءات هو لسماحة آية الله العظمى الشيخ، ولا بس بأن نقول الشيخ الأستاذ، لم ندرس عنده لكن لا بس بهذا إكراما له ولشيبته ولطول بقائه وصبره في الحوزة، وهو الشيخ بشير الباكستاني. أيضا هذا جواب شيخ بشير، يقول والسؤال نفس السؤال، يقول هنا باسمه تعالى أو باسمه سبحانه، هناك روايات تدل على ذلك وأخرى تنفي ذلك. نقرأ لكم السؤال. السؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذا عبر النت، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: شيخنا المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما نقرأ بعض الروايات المتعلقة بشخصية المختار الثقفي نجد فيها اختلاف كثير حول تلك الشخصية، وحتى في آراء المحققين وخصوصا في عقيدته أو معتقده، فما هو برأيكم سبب الاختلاف ولماذا، وما هي العقيدة الصحيحة التي يتبناها المختار الثقفي؟ افتونا مأجورين وحفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين. باسمه سبحانه، هناك روايات تدل على ذلك وأخرى تنفي ذلك. انتهى الجواب. هناك روايات تدل على ذلك وأخرى تنفي ذلك، ولعل خير ما يحسن وجه الرجل هو ترحم المعصوم عليه السلام على الرجل. هذه التنفي النافية أو المثبتة أخذ حصة واحدة واستشهد بحصة واحدة من الروايات. طبعا لا يصح نقاش الفتوى، هذه قضية غير مقبولة، لكن نحن نتحدث الآن لأننا في حالة نقاش وبحث ليس أكثر، لكن مجرد يعني الالتفاتة. يقول هو ترحم المعصوم عليه السلام عن الرجل، رغم النهي والتحذير والتشديد من الله سبحانه من الترحم على أعداء الله وعلى الظلمة بالخصوص والطغاة بالأخص. الآن من هو اختصاص لغة عربية؟ من هو عربي؟ من هو يفهم اللغة؟ من عنده حنكة؟ من هو حسكة؟ ما علاقة هذا الاستثناء بأصل الكلام؟ يوجد روايات مثبتة ونافية، هذه ذكرت في السؤال. استشهاد برواية أنه الإمام ترحم عليه فهذا يحسن وجهه. الآن هذا الاستثناء وذكر هذا الاستثناء إلى أي شيء يشير؟ طبعا لا يوجد إلا أن هذه المواصفات تنطبق على المختار، وبالرغم من انطباقها على المختار ترحم الإمام سلام الله عليه.